بسم الله الرحمن الرحيم. نحب نبدأ الكلمة هذه بالترحم على روح الفقيد عبد الخالق عميدي، شاب عمره 27 سنة أصيب برصاصة في ظهره يوم 6 جوان الفرد في حوادث الرذايف، وهذا يمس كل تونسي. نحب نعزي والديه، كما قلت قبل، الله يحضر والد على مولود، وهذه من أصعب الحاجات، وأن إنسان يفقد الكبدة نتاعه وهو حي. وهذايا الشاب هذايا مشى ضحية مش الأولاني، إن شاء الله نتمنى يكون الأخراني. ولما نقول أنه زين العابدين بن علي ماهوش باش يخلي الكرسي لحتى حد، يديه ملطخة بإطرات من الدموات من دماء التونسيين، والرصيد البنكي نتاعو مليان ملايين المليارات. إنسان مش باش يخلي الحكم، حتى فما برشا عباد مازالوا يسألوا فيا، وماذا بيهم ما عادش يسني حتى حد من فضلكم على رأيي في الانتخابات عام 2009، وإذا كان باش نشارك فيها ولا. إن شاء الله هذه ماذا بيا آخر مرة نتعرض لها حكاية 2009، على خاطر نتاع 2009 مبرمجة عندها 20 سنة تالية، من عام 89 من أول انتخابات عملها. ونقول لكم حاجة أخرى، تونس مدة 50 سنة ما نعرفوش انتخابات نسمعوا بهم، اسمع تجمو تسميهم تزييفات، وأنا نقدر الشعب التونسي ياسر باش نقدم ترشحي إلى تزييفات. ينجم يكونوا عندي لي ديفو نتاع الدنيا الكل، نجم نستعر بهم ونجم نتناقش فيهم، وماني إلا بشر، عندي ديفوات كخلق أمة محمد الكل، لكن فما حاجة ما نستعرش بهم والديفو هذا ما عنديش. وقت ينظر روحي في المرايه مراش نفسي قرد. شو معناتها؟ معناتها مراش نفسي قرد في دين بن علي باش نترشح باش يستعملني دنيا، وثانيا نحترم الشعب التونسي، واحتراما له لن اترشح وبن علي في الحكم. انا نعتقد انه مستقبل تونس تحت جمهوريه ثانيه، والجمهوريه الاولى من يريناها رينا كان حكم الدكتكره مش انتخابات، تزييفات. قلت حتى في كلمة سابقة ماذا بيا نبدلوها هذه كلمة انتخابات، تلقاوها لكلمة أخرى. هذه أول كلمة نحب نقولها. ثانيا، نعلمكم وأن النيل سات ما عادش تحب تبث الحصص الأسبوعية اللي كنت نبثها على تونس، وكنت في رمضان نحب نبثها نهار اثنين وخميس، آخر ما تبثت أول يوم اثنين من رمضان، وذلك لضغوطات عديدة تعرفوها. النيلسات شركة عربية في الخليج، ويرحم بورقيبة في فمه وقت اللي قال العرب عمرهم ما عاموا تونس باش تستقل وباش تتحرش باش تتحرر، ما بعثوا لنا كرتوش كانت تستقلينا باش نقتلوا بعضنا. والتوانسة نعرفهم مين يفهموا الكلام هذا. ونحب نقول حاجة للجماعة متاعي، وجوه مكة مستصفرة كيفاش قصت الشان هذه. قلت لكم النهار الأول ما نجمش نقول على الفضائية، على خاطر تعمل السياسة ما تنجمش تقول كل شيء لما تحقق من حاجة. وأنه الديفيزور قال لي راهو اسمع راهو كان يعدي وهلك مرتين، راك مولود ليلة القدر. قلت له مولود ليلة القدر ولا مش مولود ليلة القدر، هذاك ربي قدر كي برا حط. قال لي نعديوها في المهموطة تو في قبيل باش يبعثوا لي ايميل يقولوا لي وقف وما عادش نعديو. عديناها 9 مرات، هو بيدو الديفيزور داخل في عمره. قلت له الحمد لله تعدينا في المهبوط. بون قصه بن علي، ما تعرف عاد العائلات المالكه وبن علي والكل يتعاضوا، هما كي راهو صدام حسين الرؤساء العرب ثلاثة ايام هما يشربوا في الحرابش نتاع جرائم مصر، عاد يطلع لهم واحد يقول لهم هات فلوسنا وهات وعدنا يتظاهموا معاه، حتى كان تظاهر يبداو متخافين معاه. أنا شراء من هالحكاية هذه. بطبيعتي أنا إنسان متفائل، إيش نشوف؟ حسيت وأنا أتقسم، أما فرحت وأنا تعديت 9 مرات. الشراء وقت يتقسم يلزمك كسياسي يلزمك ديما تشوف شنو هي النقطة ولا النقطة الإيجابية. كي تاكل ضربة
في اي ضربه في الحياه لازمك تتعلم وتاخذ الموقف الايجابي. انا قرب ربو بن علي العمل عمل لي كود ببليسيتي للجمهوريه الثانيه في تونس. اذا كان صرفنا مليار دوات ما نوصلوش، وهذا نحس فيه ملي تقصد الشام. واعدكم انني يوم من الايام سارجع وساخاطبكم عبر قناه تونسيه ان شاء الله. وديما نقولها السياسه حكايه تايمينغ، كل وقت ووقته. فما حاجه ثالثه نحب نقولها ولو هي داخله بحكايه قصان الشام، بربي يزيهم من التخلويض ومن الايميلات اللي تبعثوا لي فيهم. والامريكان قصوها، والفرنسيس وساركوزي اصحاب مع بن علي، الحكايه فارغه اللي تحكيوا فيها 3000%. النيل سات شركه عربيه 100% اموالها من الخليج، كما الجزيره اللي عاملينها يحطوا عليها الجزيره واخرى وكل عاملينها كالكفاره. الامراء مرهم كما الشيخ صالح كامل في تونس، بناء جامعة وبناء رقبال. ده انا نعرف شكون كان لاهي بيه يجي تونس يحضر له 6 بنات باش يعملوا مساج او يكفر يعمل جامع. هذوما الامراء مكفرين عاملين شان حاطين فيها الجزيره وقها واللي تحب انت برك، راهم مكفرين على ذنوب. تعدينا زلقنا 6 جماعات ولا اكثر من 6 جماعات، قضينا قضيتنا بهم. وان شاء الله انا راخي نتلقاو على شان فضائيه تونسيه ونحيو من مخكم حكايه الامريكان والفرنسيس. ما بقى كان كبش تجي في تونس سخانه ياسر ولا تجي فيضانات نقولوا من الامريكان. هذه ثقافه الضحايا نحيوها. واذا كان فما جات ضغوطات منهم، والله انا الاول اللي كنت ندد به. ولذا ما نبداوش نحطوا شاشيت هذا على راس هذا. هذه هي الحقيقه واصارحكم بها كامله، واشكركم على المتابعه، واشكر التونسيين اللي عملوا دعايه، ونشكر التونسيين اللي حاولوا ما لقاوهاش، ونطمن التونسيين اللي ما راوهاش جنة ان شاء الله نهار يراوها وتونس حره. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.